ايش هذا؟ هذا هو عبد الودود؟ ايوه انا عبد الودود غالب قاد الحق غالب على الحمار. اها اوه ماي جاد ايش هذا يا ابوي؟ ايوه اوه ماي جاد ما شاء الله ما تولق تحذير. ما معنى اوه ماي جاد؟ ليكم قدي اوه ماي جاد يعني يا الهي مصيبه. مصيبه قال استاذ عادل هذا الكائن الغريب تلاقي لك صرفه لا يمكن يشتغل هنا بالكافيه. انا قانا كائن غريب انا مصيبه هيا حرام لا اخلي عائش بعمتي عيشه المدير حقه كل حق المقهى هذه هو مدير المقهى لا اخليه يطرد ابو تكون على واحد حتى التولق هذا لا اخليه ينتعك يقدي لك بالعطيف لا اخليه ينتعك من قلوبه تولق انا ايه وانت وضح هذه فوق عايش ابن عمتك عيشه يبغى يشيلني انا هذا المدير حق المكان عايش ابن عمتك يشيلك يشيل اللي خلفوناك انت والتولقه هذا انا ايوه انت الحين قاعد تتكلم فيه انا اقول لك اقفز اديني خلص قهوه الحين جت قهوي اقفز اديني قهوه بقوطي اقفز ايش؟ قهوه خلص قهوه شيل قهوه بقوطي قوطي حفاصي قبل اديني حقوق حرام لديك لي ايوه انت انا اجيب لك قهوه في قوطي مش قوطي تنكه من حق الفول حق الفاصوليا مش حق فول انا ما عندي مش عارف الفول يا ابويا وين عايش؟ انا عايش بتعز قبل حبشي القرين قالت قالت شعبه شمله جنب بيت حساء بدر حق قدي على الحمام شيت اما بيت تقفز الديني دحينه شيت اما بيت تقفز الديني قهوه شت قهوي يا ودي تتكلم من عقلك تبغاني انا اسوي لك قهوه اين قاعد عايش؟ والله لفدا والله لفدا انا بدا عايش قاعد المدير قاعد اين انت سرق للفرزه وما بحد سرقك للفرزه؟ ايوه انت انا قاعد مشيت على البي جي اس مشيت على تماما زي ما علمكني وشفت لا عندك كل المقهى حقك خلص ربي هون ملابس درس هون ملابس علم هون قري هون هذا الاستاذ عادل اللي يدرس عندكم هنا يدرس هنا لا هذا المدير عادل مدير المدرسه حقك هون لا اقول لك المدير حق المحل هذا كامل ايوه قصدك التولق هذا صاحب المحل ايوه الضاحى هذه كل صاحب المحل هذا عيب هذا المدير انت متاكد ايوه انا بداكل هذا ابن خالي عبد الوجه ايه تشرفت فيه قبل شوي انا بداكل يبغاني اروح اسوي له قهوه انقلع انا بداك خليني ابي انا بداك انقلع هيا خذوا انا بدا الكاميرا خفيه شوف الكاميرا خفيه انا الكاميرا هيا امشي اكيد عايش اكيد الكاميرا خذ ابن خالك هذا وانتو برا انت هو يا سلام هيا يا واد انقلع يا واد اقول لك انا بدا يا واد اديها قول لي ابو شارك ما بس الكاميرا دي عبد الله أنت مار امشي انقلع انت فاهم انك انت صاحب المحل لو هذا اللي بقي لا والله يا استاذ ما قلت له كذا والله يا مدير ما قلت له كذا بس هو انا قلت له ايش ادخله معي للعمل يشتغل معي يعني وهو فاهم انه انا المدير هيا انقلع انت وهو برا هيا مطرودين انت الجوز هيا وقت برا انا افتح امشي انقلع برا خليك يا ولد برا يا ولد